لا تحزن يا خزيمة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ونعم بالله. يمكنك أن تسترد الأموال التي أقرضتها لأصدقائنا وجيراننا. لا، لم أقرضهم شيئاً، كانت صدقات احتسبتها عند الله. ولكنك الآن في أشد الحاجة إليها، وعليك ديون كثيرة. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. ادخلي الآن لأنظر من الطارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ فاعل خير، جئت أساعدك في محنتك كما ساعدت آخرين في محنهم. تفضل. ما هذا؟ بعض المال تسدد به ديونك وتقيم به تجارتك من جديد. والله لن آخذ منك هذا المال حتى أعرف من أنت. أنا جابر عثرات الكرام. جابر عثرات الكرام؟ نعم، ألست في عثرة؟ وأنت من أكرم الكرام في المدينة؟ أنا جئت لأجبر عثرتك وأجبر بخاطرك. تفضل. من كان الطارق يا خزيمة؟ رجل أعطاني هذا الكيس من النقود وقال إنه جابر عثرات الكرام. الحمد لله الذي فرج همنا وكشف كربنا. انظر، إنها 4000 دينار. مبلغ كبير حقا. الآن فقط تستطيع أن تسدد كل ديونك وتعود لتجارتك. الحمد لله الذي أعانني على فعل الخير. أين كنت يا عكرمة؟ بثينة، ظننتك نائمة. كنت في انتظارك. عكرمة الفياض والي جزيرة العرب كلها لا يخرج من بيته في منتصف الليل إلا لأمر مهم. نعم، أمر مهم، ولن أستطيع أن أخبرك به. أستطيع أن أتوقع. النساء يا عكرمة. أستغفر الله العظيم، أما زلت تغارين علي يا بثينة؟ قل لي أين كنت وأنا أمتنع عن الغيرة فورا. والله ما أنزلني إلا أمر خير، أردت أن أحتفظ به لنفسي حتى يكون خالصا لوجه الله. سأحتفظ به معك، ولكن لا بد أن أعرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. تكلم يا عكرمة، أنت تعرف أنني لن أستريح حتى أعرف كل شيء. أعرف يا بثينة، لقد جئت الآن من عند خزيمة بن بشر. خزيمة؟ وماذا كنت تفعل عنده في هذه الساعة المتأخرة؟ حكى عكرمة لزوجته بثينة عن المال الذي أعطاه لخزيمة، وطلب منها ألا تبوح لأحد بهذا السر أبداً. ومرت فترة انصلحت فيها أحوال خزيمة وربحت تجارته، واستدعاه الخليفة سليمان بن عبد الملك في قصر الخلافة. طارت غيبتك عنا يا خزيمة. كنت في حالة سيئة ولم أشأ أن تراني عليها يا مولاي. وكيف لم تأتي لطلب المساعدة؟ منعني حيائي عن ذلك، والحمد لله الذي جعل من بعد عسر يسرا. وعلى يد من جاءك هذا اليسر؟ رجل لم يشأ أن يبوح باسمه جاءني ملثماً في نصف الليل وقال إنه جابر عثرات الكرام. جابر عثرات الكرام؟ لقد تردد هذا الاسم كثيراً هذه الأيام. أسمعت عنه يا مولاي؟ وتمنيت لو أني عرفته والتقيت به لأشكره على ما يقدمه من فعل الخير مع كل الناس. أنا أيضاً ما زلت أبحث عنه حتى الآن. إذا عثرت عليه فأتني به فوراً. سمعاً وطاعة يا مولاي. المهم، لقد دعوتك الآن لأعينك والياً على جزيرة العرب.
أنا يا مولاي. أنت لها يا خزيمة بما عرفناه عنك من طيب الأخلاق وحسن العمل والإخلاص. والوالي الحالي عكرمة الفياض تذهب إليه الآن وتستلم منه الولاية وبيت المال. أحصينا المال في بيت المال يا عكرمة ووجدنا فيه نقصاً ب4000 دينار. سكت عكرمة، لم يستطع أن يصارح خزيمة أو يحرجه ويقول له إنه المبلغ الذي أعطيتك إياه من بيت المال. أراك ساكتاً، أين أنفقت هذه الأموال؟ أنفقتها في الخير، أعنت بها واحداً من المسلمين. واحداً فقط؟ تعطي هذا المبلغ الكبير لشخص واحد؟ كان يستحقه، كان عزيز قوم، وخشيت أن يذل. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصانا أيضاً بالأمانة. والله ما ضيعت الأمانة طيلة ولايتي. ومن هو هذا الشخص الذي ساعدته بالمال؟ لم أفضحه حين ساعدته، ولن أفضحه الآن. ولماذا لم تعطيه من مالك الخاص؟ لم يكن معي هذا المبلغ الكبير، وكان الرجل في حاجة إليه. إذن عليك أن تعيد هذه النقود فوراً إلى بيت المال. ليس معي الآن من المال ما يكفي لذلك. وليس أمامي إلا أن أضعك في السجن حتى تعيد إلى بيت المال ما أخذته منه. السجن يا خزيمة؟ نعم، جزاء لك على ما فرطت في مال المسلمين. سجنت عكرمة الفياض؟ سيقول الناس الوالي الجديد سجن الوالي القديم. لا يهم ما يقوله الناس، إنني أنفذ ما أمر الله به. قال لك عكرمة إنه ساعد بهذا المال واحداً من المسلمين، ولم يقل من هو، ولهذا لم أصدق. ادخلي أنت الآن. كما ترى. السلام عليك يا والي الجزيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ أنا زوجة عكرمة الفياض. وجئت الآن لتعاتبيني في سجن زوجك؟ لا، جئت أسأل سؤالاً واحداً. أهكذا تفعل بجابر عثرات الكرام؟ جابر عثرات الكرام؟ نعم، الرجل الذي جاءك في منتصف الليل وأعطاك 4000 دينار. وكيف عرفت بهذه القصة؟ لأنه لم يحدث بها أحداً غيري. من هو؟ جابر عثرات الكرام هو زوجي عكرمة. عكرمة الفياض هو جابر عثرات الكرام؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم كما دعاك بها نبيك يونس فنجيته من بطن الحوت، اللهم نجني بها من سجني هذا. عكرمة. سيدي خزيمة؟ بل أنت سيدي يا عكرمة، سامحني على ما فعلته بك. وما الذي دفعك إلى أن تأتي الآن وتطلب مني السماح؟ عرفت أنك جابر عثرات الكرام. أنا الذي أحسنت إلي فأسأت إليك. تعال معي الآن. إلى أين؟ تغتسل وترتدي أفضل الثياب، ثم نرحل غدا إلى الخليفة سليمان. لقد طلب مني أن آتيه بك فور عثوري عليك. يا عكرمة، ما ظننت أبداً أنك أنت جابر عثرات الكرام. والله يا مولاي ما كنت تاركها لغيري، كنت والي القوم والمسؤول عن حل مشكلاتهم وجبر عثراتهم. يبدو أنني أخطأت عندما أبعدتك عن الولاية. عفواً، ما أخطأت يا مولاي، لقد وليت من هو أفضل مني. بل أنت الأفضل يا عكرمة،
وأرى يا مولاي أن تعيده إلى ولاية جزيرة العرب، لن تجد من هو أخلص ولا أكفأ منه. نعم، وليتك على الجزيرة مرة أخرى يا عكرمة، وتركت لك شأن خزيمة. إن شئت عمل تحت إمرتك وأعانك على شؤونها. بالطبع يا مولاي، فهو نعم المساعد والمعين. من يومها عمل خزيمة وعكرمة جنبا إلى جنب في ولاية جزيرة العرب، فكانت أفضل سنوات الخلافة في عهد سليمان بن عبد الملك. وظل عكرمة الفياض يعرف بين الناس حتى مات بلقبه الأشهر جابر عثرات الكرام.